اهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه دروس ببلاش، معكم مستر وجدي نبيل مدرس لغه انجليزيه. النهارده ان شاء الله معادنا مع الفيديو رقم 32 على التوالي، والفيديو الثالث الخاص بحروف الجر prepositions. التو فيديوز اللي فاتوا كانوا برضو خاصين بالprepositions in at on، ولكن فيديو خاص بيهم كان عن التايم ما يخص الوقت، واللي كان يليه كان البليسز او البوزيشن، وكان الفيديو السابق لده مباشره، وهذا الفيديو خاص برضو بالprepositions in at on والبليسز نمبر 2. نكمل مع بعض ونقول we say that someone is at، بنستخدم حرف جر at at an event، يكون في حدث مثلا، واحد في حفلة مثلا at a party، at a concert حفلة موسيقية، at a conference في مؤتمر، وهكذا. at a football match، فلان ده في بيحضر مباراة ماتش كورة مثلا. نقول were there many people at the party، هل كان في ناس في الحفلة or at the meeting في الاجتماع، يبقى at the party، at the meeting، at the concert، at a conference، وهكذا. طيب عندي مثال تاني، I saw Jack at the football match، أنا شفت جاك في مباراة كورة أو في أثناء المباراة يعني، or at the concert. يبقى هذه الأماكن أو ده بنقول عليه حدث، an event يعني إيه حدث. طيب نقول كمان أو at برضو بتيجي مع أماكن بشيء بديهي بالشكل التالي، مثلا أتصل بواحد أقول له where are you، يقول I'm at home مثلا، في شغله طبيعي يقول لك I'm at work، يعني بتيجي الجملة أو الإجابة بديهية، عندي at home في المنزل، at work at school في المدرسة، at university في الجامعة، at a station في محطة، at an airport، وهكذا. ممكن at the seaside or at sea or on a voyage، في رحلة بحرية أو في البحر. ولكن بنقول برضو استخدام in مع in bed، في السرير، in hospital، in prison، or on a farm. خلي بالك بنستثني حالة farm، بنقول on، كلمة farm بتاخد حرف جر ايه on. ناخد أمثلة، I will be at work until 5:30 but I will be at home all evening، يعني أنا هكون في الشغل يعني لغاية الساعة 5:30 بس هكون في البيت. خلي بالك إن إحنا قلنا بنقول في كلغة عربية، ولكن مش شرط علشان نقول في يبقى إن باللغة الإنجليزية، يعني I will be at work until 5:30 but I will be at home all evening. طيب عندي دي نمبر 1. نمبر 2، جوليا is studying medicine at university، at university في الجامعة. عندي نمبر 3، we will be arriving at، طبعا at دي استخدمناها في الفيديو اللي مش السابق اللي قبل السابق اللي هو خصوص التايم، at 9:30. can you meet us at the station، at the station يعني في المحطة، تمام. station برضو تاخد ايه preposition at، اماكن صغيرة. عندي نمبر 4، Tom's father is in hospital، is in hospital يعني في المستشفى، والد توم في المستشفى. عندي نمبر 5، have you ever worked on a farm، طبعا preposition on تستثنى او قصدي place farm اللي هي مزرعة بتاخد حرف جر ايه on دائما. نيجي نكمل بعد كده نقول you can often، يعني برضو غالبا use in or at with building، مع المباني بنستخدم in أو at مع إيه المباني. مثلا you can say in a hotel، ممكن نقول in a hotel or at a hotel. some tourists مثلا came to Cairo they stayed at a hotel or in a hotel. ممكن نقول you can eat in a restaurant or at a restaurant، يعني الاتنين صح، تمام كده. طيب يعني انت ممكن تقول برضو I'm in a school school or I'm at school. طيب we usually say at when we say where an event take place، take place يعني يحدث، لما هناك حدث يحدث في وقت معين مثلا، او هنا بنقول عليه takes place يعني يحدث، takes place يعني زي happen كده. for example a concert، حفلة موسيقية، a film or a meeting، a sports event، a sports event الاي دي علشان خلي بالك ايه event.
نقول مثلا we went to a concert at the Royal Festival Hall. ده مثال أول. عندي مثلا the meeting took place at the company headquarters. The company headquarters يعني مقر قيادة الشركة يعني. وقت ومكان المدير يجتمع بأعضاء الشركة. دي اسمها company's headquarters. عندي بعد كده where were you last night؟ أين كنت ليلة أمس؟ At the cinema or at the theater؟ كنت في السينما. طبعا لاحظ ان إيه حرف الجر في باللغة العربية لا يقابله بالضرورة كل مرة إيه إن. هنا we say at someone's house. أنا كنت في بيت فلان مثلا. I was at Tom's house. Tom's house يعني دي طبعا الأبوستروفي إس اللي إيه البوسيسيف إس الملكية. أنا كنت في بيت توم. هنا بنستخدم حرف الجر إيه at last night or I was at Tom's. At Tom's يعني برضو ممكن نحذف house على أساس إن اللي إيه اللي بيسمعك already عارف إنك أنت كنت في المكان اللي يخص توم اللي هو البيت يعني. ممكن we say we use in بنستخدم preposition in when we are thinking about the building itself لما نكون بنفكر في المكان كمكان حيز التفكير بيكون في المكان أكثر. بمعنى إيه؟ أقول لك the rooms in Tom's house are very small. يبقى أنا كل تركيزي هنا على الرومز اللي في البيت بتاع توم. تمام كده؟ مش على توم نفسه، مش على بيت توم نفسه. أنا بركز على الغرف أو أشياء محددة في بيت توم، فبقول the rooms in Tom's house are very small. يعني الحجرات أو الغرف في بيت توم هي تكون أو صغيرة إيه جدا. نفس الفكرة في الجملة اللي بعدها I enjoyed the film but it was very cold in the cinema. يعني أنا استمتعت بالفيلم ولكن الجو كان برد داخل جدران السينما داخل مبنى السينما إيه نفسه. لكن أنت ممكن تقول I watched a film at the cinema. At the cinema في السينما بشكل عام. ولكن أنا بأوصف أقول أنا استمتعت بالفيلم ولكن الجو كان حار داخل السينما إيه نفسها، فبالتالي بستخدم إيه إن. ممكن نستخدم تاني we usually say in بنستخدم in with towns and villages المدن والقرى. خلي بالك هو في الغالب بتكون مدن كبيرة. يعني عندي مثلا Tom's parents live in Nottingham not at Nottingham. طيب أنا قلت نوتنغهام برضو دي لأن مدن كبيرة، لأن نوتنغهام دي إحدى أكبر 10 مدن في المملكة المتحدة، فطبيعي هستخدم البريبوزيشن إيه إن. ما أنا ممكن أقول مدينة القاهرة برضو I live in Cairo. تمام كده؟ فنوتنغهام يعني اعتبر دي إنك أنت بتقول I live my parents live in Cairo، فبالتالي هتقول إن وليس إيه at. But we can, you can say use at when the town or village is a point or on a journey. يعني انت كنت من رحلة من مكان معين الى اخر، فانت عديت على قرى كثيرة في الطريق اليها. مثلا مسافر، مثلا انا اكون مسافر من القاهرة لإسكندرية، فانت بتعدي على قرى او القطر كده بيوقف في اماكن كثيرة او محطات صغيرة. تمام؟ فالمحطات الصغيرة أو الأماكن الصغيرة بتاخد at. Do you know if this train stops at Nottingham؟ تمام كده؟ طيب we stopped at a pretty village on the way to London. خلي بالك هنا هو في prepositions كتير قوي، يعني عندك ثلاث حروف جر في جملة واحدة. We stopped at a pretty village. توقفنا في قرية جميلة. On the way في طريقنا إلى لندن. يبقى هنا عندي at، عندي on، عندي to. وطبعا إن شاء الله هتكون في فيديوهات خاصة بالto وfor وwhy وهكذا، فيديوهات لاحقة إن شاء الله. عندي بعد كده we say arrive in a country or a town or town. طبعا دي سهلة. arrive in يصل إلى أماكن كبيرة، arrive at يصل إلى مكان صغير، وممكن arrive home بدون حرف جر زي ما احنا هنشوف. When did you arrive in Britain or in London؟ تمام كده؟ أسأل واحد ساعة أجنبي أقول له when did you arrive in Cairo؟ يبقى إن مع البلاد أو الدول والأماكن الكبيرة. عندي هنا in Britain، عندي هنا إيه in London. We say arrive at with other places, buildings or events.
زي ما احنا قلناها، بالإضافة إلى إن أنا أقول مثلا what time did he arrive at school or at work or at the hotel or at the party. يبقى هنا at مع أماكن أخرى أو أماكن وأحداث. عندي we say arrive home، طبعا arrive home بدون حرف جر. When did he arrive home؟ arrive home يعني لا يأتي حرف جر ما بين arrive و home. طيب نيجي ناخد مثال بسيط كده اهو، احللك بعض الأمثلة وانت تكمل طبعا تكتب لي ان شاء الله في ردودك ايه او الحلول الاخرى في الكومنتس. طبعا عندي 10 جمل كده اهو، ممكن نحل لغاية نمبر 5 وبعد كده انت تكمل. عندي هنا بيقول لي complete these sentences use in at on with one of the words or phrases from the box. يعني احنا نستخدم الحاجات اللي في البوكس دي هنا كإجابات هنا في حل الأمثلة، لكن هنشوف هنستخدم in at or on. number one is done، رقم واحد محلولة. عندي هنا my train arrives at 11:30 can you meet me at the station. طبعا استخدمت هنا هو at هنا كمكان، هنا كمكان صغير كمان at the station. I didn't feel very well when I woke up so I stayed. طبعا انا ما حسيتش ان انا كويس قوي لما صحيت so I stayed. عندي هنا هو اختار من دول، هنا هو I stayed صح كده بالظبط كده. هناخد bed ولكن برضو قبل preposition in I stayed in bed. تمام كده. عندي number three are they showing any good films space this week. طيب هل هم بيعرضوا افلام يعني جيدة في هذا الاسبوع يعني. طيب this week استخدمناها برضو ايه، خدنا this week عندي see عندي school عندي theater عندي the national theater عندي at airport the cinema بالضبط كده at the cinema. يبقى هنا at وبرضو هنا ناخد ايه، ناخد the cinema. تمام كده. طيب بعد كده عندي number four many people are space for crimes that they didn't commit. تمام كده. طيب ناس كتير في مكان معين for crimes، crimes يعني جرائم that they did not commit اللي هما ما ارتكبوهاش، ياما في الحبس مظاليم. طيب يبقى هدول كان في السجن او كثير من الناس في السجن، يبقى many people are طبعا هنا سجن يعني prison ونستخدم له ايه، يبقى ايه in. يبقى هنا ايه in prison sorry هنا in prison are in prison. تمام كده. يبقى دي ايه، دي prison اللي هي اخدناها دي كده اهو. يبقى اخدنا ادي نمبر 1 2 3 واحده ايه كانت اوريدي محلوله. احل معاك نمبر 5 I like the countryside and the fresh air I think I'd like to work space. يعني انا بحب الريف and the fresh air I think I'd like to work. ريف يبقى خضره، يبقى ايه بالظبط كده a farm ولكن مستخدما حرف جر ايه on، يبقى on a farm. تمام كده. طيب عندي بعد كده complete these sentences with in or at. in or at example where there many people at the concert. يبقى كلمة concert ده حدث فاستخدمت معاه ايه at. نيجي بعد كده number one I didn't see you space the party on Saturday where were you. انا ما شفتكش في الحفلة، ما شفتكش في الحفلة يوم السبت بالظبط كده. هتستخدم at ولا at ولا in. يبقى the party ده حدث، يبقى ياخد preposition a at. تمام كده. طيب عندي بعد كده it was a very slow train it stopped space very little station. يعني كان انه يعني كان القطر بطيء جدا، كان بيقف في كل محطة صغيرة. خلي بالك انا قلت حتى كمان كلمة little دي تخليك تروح ل in or at صح كده. يبقى هنا اماكن صغيرة جدا، يبقى هنا ايه at very little station. عندي كده number three he speaks quite good French he studied
سبيس باريس فور اير. هي سبيكس كويت جود انجلش جود فرنش. هي ستاديد. طبعا هنا باريس اماكن كبيره. باريس از ذا كابيتال سيتي اوف فرانس. خلي بالك دي يعني باريس دي عاصمه ايه؟ عاصمه فرنسا. يبقى طبيعي هيستخدم ايه؟ البروبوزيشن ايه؟ بروبوزيشن ان. عندي نمبر 4 توم از ال اور تومز ال. هي وازنت سبيس ورك توداي. هي واز سبيس هوم از سبيس بيد. تمام كده. دي سهله جدا هتيجي تلقائي برضو. توم توم از ال. هي وازنت ات ورك at work. بعد كده today he was at home. تمام كده. in bed. يبقى هنا كده عندي number 4 Tom is ill. He wasn't at work today. He was at home in bed. عندي بعد كده number 5 the exhibition المعرض the art gallery. خلي بالك ده حدث. Art gallery finished on Saturday. طبعا on Saturday استخدمنا او استعرضنا الفيديو الكامل الخاص بon كزمن في الفيديو قبل السابق. عندي the exhibition the art gallery برضو هنا سهلة جدا. نقول at the art gallery finished on Saturday. بكده ده الفيديو الثالث الخاص بالprepositions. اتمنى يكون الثلاث فيديوهات دول انا هحط رابط او الروابط الخاصة بالفيديوهات السابقة علشان تشوف ان شاء الله الفيديوهات الثلاثة. لو عجبك الفيديو لايك شير اند سبسكرايب. ثانك يو مستر وجدي نبيل.